كنكون قاعد انا ومولين الدار كنتفرجوا في شي فيلم، كتجي شي لقطه خايبه كاع مولين الدار يدوروا يشوفوا فيا بحال انا هو المخرج. الحمد لله كورونا ما جاتش في 2004، كورك مخشي تحت المانطا وشاد تليفون نوكيا بيل كتلعب لعبه الحنش. واخا تشرب اغلى شراب في العالم غادي تدخل جهنم مع اصحاب الماحيه. واحد السيد كبير في السن قال لمراته علاش ما نرجعوش ايام زمان، انا غادي نمشي للجدردة نتسناك تما تجي عندي ونعيشوا الذكريات. امشى للجدردة بقى كيتسنى فيها ساعه ساعتين 3 سوايع، ما جاتش. رجع للدار لقاها جالسه كتفرج، قالت انت علاش ما جيتيش؟ قالت ليه ما خلاتنيش ماما. دابا تخيلي معايا انت مراتي، واحد النهار كنتي مسافره ورجعتي للدار على غفله ولقيتيني انا وحده، دخلت عليك بالله اش غديري؟ الا ما جاوبتيش غيبقى عليك التقليد. الله يعطينا شي عرام ديال الفلوس في هاد الليل انا وهادو اللي فايقين، اما هادوك اللي ناعسين بركه عليكم على الاستقرار النفسي اللي نتوما فيه. اما كاينش اللي كيسالي معايا قدك خينا اللي كيقول البنت جربيني ولا ما عجبتكش بدليني. داود الله واش تراجل ولا سوت يا مات اخي؟ بحاجه تقدر تطرالك في هاد الحياه هو يكون باك معصب ويقول لك سير جيب داك الزمر من البيت الاخر. يا ويلك وما تعرفش شنو هو الزمر. هادوك ما سميتهمش لي كوبل، هادوك سميتهم الزاني والزانيه. غاب اللاتي على تواصلكم ما حد سيري بطير، غادي نبقى نفكركم غف عذاب القبر. فتاة اليوم اذا تزينت فتنت، واذا ابتسمت سحرت، واذا طبخت إن لله وإنا إليه راجعون. اللي مزوج جالس مع مراته، واللي خاطب كيهدر مع خطيبته، وأنا يا جالس مع جدي ضاربو الزهايمر كل مرة يقول يا ولد من انت. أو واحد خايتي طلعت للطاكسي ويقول لي يا مول الطاكسي فين غدا؟ لا لا قالت لي ما قلت حتى الراجل عاد نقولها لك انت. أسيروا والبنات الله يزوجكم في هاد الليلة، قولوا آمين، واللي ما قالتش آمين بغيت لها الزلزال نهار عرسها. كنت صغير كنقرا في السكويله، سولتني الاستاذه قالت لي شنو هو الدم بالفرنسية؟ قلت لها هو لا غيغل. واحد البنت قالت لي باها ملي يجي يخطبني ياسين النهار الخطبه اشنو غنطلبوا منه؟ قال لها ملي يشوفك ويقبل عليك غادي نطلبوا منه المسامحه في الدنيا وفي الاخره. عقلتوا البنات فاش كنتوا في الابتدائي كتمشيو تجيبوا النتيجه في التكشيطه. هاد العام كاع ما غنتفرجوا في البرنامج ديال مشيتي فيها حنت حنا اللي مشينا فيها. انا حاجه وحده ما بغاش تفهم ليا، المراه المغربيه ملي كيتوضر ليها ولدها كتبدا كتبكي وتغوت، وملي كتلقاه كتشبع فيه تصرفيق. غام اللي بدات السنه الدراسيه بالبغرير حق مولانا تعرفت غتسالي بالحريره. تعلن منظمة الصحة العالمية كتقول لي عدو جوج وجوهاق خاصو يلبس جوج كمامات. شوف يا اختي الا ما عجبتوش العقلية ديالتك يضرب الطول في العرض في الارتفاع ويعطيك اتساع. انا كنطلب من الجيران ملي يكونوا كيتخاصموا ويرفعوا صوتهم بزاف باش نفهموا القصة مزيان، ماشي حنا عايشين في الحصار ونزيدوها تا بالغموض. حق مولانا النفسية محتاجة نحط قدامي شي شينوي ونبقى نصرفق فيه ونقول ليه عاجبك الحال على هادشي اللي حنا فيه دابا. واحد المخزني عطاو فردي قالوا لي اي واحد يفوت ستيري فيه وصلت الخمسة هو يقتل واحد. قالوا لي علاش قتلتي؟ قال لهم هذا راه ساكن بعيد ما غاديش يوصل مع ستة لدارهم. الشمالية تضارب معاه وتخاصم معاه وتمشي معاه حتى للمحكمة غير من خلال اللهجة ديالها تخليك تنازل على حقك. شوف يا اختي انا غادي نوصيك واحد الوصية، الا قال لك راجلك باللي الشرع عطاني ربعك قول ليه انا بالحجاب وبلا حجاب، انا بالمكياج وبلا مكياج، غادي تشوف شي وحدة اخرى غادي نطفي لك الضو ديال عينيك. اللي كيعرف شي بنت الناس مربيه ومعقوله وبنت دارهم سوا تكون عزبه سوا تكون مطلقه عندها الاولاد ما عندهاش ارمله، السن ماشي مهم، المهم هو تكون بنت الناس وتكون باغا تستر راسها. راه كاين واحد السيد جاب شي فولارات راه باغي يبيعهم غير ب 20 درهم. اشوفوا البنات راه ما كايناش شي حاجه في الدنيا سميتها راجل مخلص وراجل خائن، راه غير واحد حصل والاخر مازال ما حصلوش. المغرب كامل تسيق بجافيل، الا ما جاوش فوق الخطاب قبل ما تبقاي تقولي راه دايرين ليا التابعه والسحور. حق الله العظيم ملي كتعطي قلبك لشي واحد وما كيعرفش بقيمته بحال اللي عطيتي ورده للحمار وكلاها. البنات الله يخليكم الى ما بقاو تجمعوا لينا مع الدراري واهتموا بهم وعطيوهم شي شويه ديال الوقت ليعودوا يخرجوا لنا الزنقه وتصدق ضارباهم كورونا، ثم عاونوا الدوله شي شويه الدريات. كاينين شي بنات من كثرة العياقة اللي فيهم شي نهار غيشربوا الماء بالفرشيط.
لا يجب على الأطباء أن يصرحوا عن جنس المولود بأنه ذكر، عليهم أن ينتظروا 20 عاما ليتأكدوا من رجولته. دابا تخيلي معايا، غتخيلي معايا انت مراتي امرت لك وديتيني للطبيب وقال لك الطبيب ضروري تزوجيه ولا يموت، دخلت عليك بالله اش غتختاري؟ قبل الزواج كيواعدك باللي غادي يسارك في اي مدينه كتعيش بك، غا من بعد الزواج الا هز رجلي ملي تكوني كتشطبي الا تقولها لحد. خويا الصغير داير اللايف مع الاستاذه ديالته سيرك كتشرح ليه في الدرس، وقفت عليه الوالده وهي تقول ليه سولها ولدي منين شرا دوك الطلامط. دابا غتخيلي معايا، غتخيلي معايا انا راجلك وعندك صاحبتك عزيز عليك بزاف وجات لعندك وقالت لك راجلك كيعجبني وكنموت عليه وبغيت نتزوج به، في هاد الحاله دخلت عليك بالله اش غديري؟ القلب ديال المراه داير بحالو بحال الفلوكه، اذا ركب فيه اكثر من راجل كيغرق، اما الراجل القلب ديالو بحال الكار، الا معمر حق مولانا ما يدي ماري. الا فتحتي القلب ديال المراه تلقى فيه الحنان، ولا فتحتي لها يدها تلقى الدفء، ولا فتحتي لها فمها وعرفتي تسدوت على عكر ليق. دابا غتخيلي معايا انت عروسه ونهار عرسك وقفت عليك ومشيت عند راجلك وقلت لي هادي راها صحيبتي كنبغيها وكتبغيني، راجلك تيقني وتفرتك لك العرس، دخلت عليك بالله اش غديري؟ قال لي هاتي هي الورده الوحيده في حديقه قلبي وتيقاتو، على عمرك شفتي شي حديقه فيها ورده وحده يا البقره؟ الزوجه الصالحه مصباح البيت، ماذا لو كان للبيت 4 مصابيح فكيف ستكون الاناره؟ الراجل المغربي ملي كيدير علاقه مع المراه كيمشي معها بنيه وباخلاص وبوفاء وبهناء وبحليمه وبالسعديه وفردوس وبكل النساء. حق الله العظيم السعادة الحقيقية هي نشوف شي وحدة متكبرة ضربتها بواحد الزلقة قدامي. دابا تخيلي معايا، غتخيلي معايا وقفت قدام داركم ودقيت عليك وقلت لك بغيت نتزوج بك على سنة الله ورسوله، زوين لاباس عليا عندي الفلوس عندي كل شيء، واش غتقبلي أولا غترفضي؟ ولا ما جاوبتيش بغيتك عمرك ما تتزوجي. دابا غتخيلي معايا أنا يا راجلك وطلعتي لي الدم وأنا نجبدها معاك بواحد التصرفيقه تبان لك البرق. دابا واش غادا تتعاملي بشكل بانك انسانه حساسه وغادا تبداي تبكي، او لا غادا تتعاملي معايا على الطبيعه ديالتك وغتشير على دير امي بشي مقله؟ البنت كتلقاها كتبغيك وكتكرهك ومقلقه منك وفرحانه بيك وما باغاش تشوف كمارتك وفي نفس الوقت وحشاتك، الله يستر وخلاص. اشوف هو الدريه تشتي المخيره فيكم، المخيره فيكم نطيحها غير بكلمه ونطيحكم كاملين. انا الجمال اللي عطاه لي الله ما عطاه حتى شي واحد، راه غير كنبغيو نبقاو دائما متواضعين. البنات بعدا لقاو السناب اللي كتردهم زوينات، وانتوما لقيتو شي ابليكاسيون اللي غادا ترجعكم رجاله؟